أكد مصدر أمني استشهاد مجند بالقوات المسلحة من أبناء مدينة الزرقاء بدمياط في مستشفى المعادي العسكري متأثرا بإصابته في انفجار مدرعة بسيناء. وقال المصدر أن الشهيد يدعى ياسر عبد نعمان 20 عاما ومقيم بمدينة الزرقاء حاصل على دبلوم صنعة. عبرت الفنانة إيمان سيد عن حزنها لما حدث لها أثناء تصوير دورها في فيلم عصمت أبو شنب مع ياسمين عبد العزيز وظافر عبدين، حيث وجه لها المنتج أحمد سبكي عددا من الشتائم أثناء التصوير. وقالت إيمان أن سبكي تعامل معها بطريقة سيئة وقال لها: أنت ما فيش حد يعرفك، ده أنت كومبارس من كومبارسات السينما المصرية. وأوضحت أنها تركت لوكيشن التصوير على الفور، إلا أنه هددها بالتوجه بشكوى رسمية لنقابة الممثلين من باب ضربني وبكى وسبقني واشتكى. أعلن السفير الفرنسي في بوركينا فاسو جيلي تيبو ارتفاع عدد قتلى هجوم فندق سبلانيد ببوركينا فاسو إلى 27 ضحية، جاء ذلك في تدوينة له على صفحته على تويتر. وكانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت نقلا عن وزارة الأمن أن متطرفين اختطفوا أستراليين وطبيبا نمساويا وزوجته. وقال رئيس بوركينا فاسو مارك كريستيان كابوري أن قوات الأمن تمكنت من قتل 4 متطرفين منهم سيدتان بالقرب من فندق سبلانيد الذي تعرض للهجوم. وأكد وزير الخارجية ألفا باري أن قوات الأمن حررت 126 رهينة في الفندق بعد ساعات من تبادل إطلاق النار. حالة من الرعب والقلق تنتاب صيد الأسماك جنوب مدينة بورسعيد ومنطقة القابوطي بعدما غطت مواد كيميائية بيضاء اللون مياه قناة الاتصال التي تربط بين مياه بحيرة المنزلة بغرب المدينة ومياه قناة السويس على مدار اليومين الماضيين، وخاصة بعدما اكتشفوا عددا كبيرا من الأسماك النافقة بسبب كمية التلوث المفاجئة بمياه قناة الاتصال. ورصد شهود عيان أن الحالة البيئية المزرية التي وصلت لها المياه مجددا بسبب الصرف الصناعي لبعض مصانع الكيماويات ببورسعيد ومحافظات أخرى دون ما رقيب أو متابعة من المسؤولين عن البيئة أو الثروة السمكية. أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أن الرقم الذي أعلنه المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر الذي يقدر بمبلغ 600 مليار جنيه غير صحيح. وقال إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية من الفنيين أثبتت أن كثيرا من الأرقام التي رصدها الجهاز غير صحيحة، كما أن حجم الفساد الذي أعلن عنه مبالغ فيه، وأن الرئيس أحال التقرير إلى مجلس النواب للتحقيق فيه ووضعه في مساراته القانونية الصحيحة. دول أطفال حرام تعقدوهم كده. انتقادات وجهها نشطاء التواصل الاجتماعي إلى برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice Kids الذي يشارك فيه كل من كاظم الساهر وتامر حسني ونانسي عجرم. ويعتمد البرنامج على طريقة التصفية من خلال اختيار كل نجم فريقا خاصا به على أن يحدد الفائز من خلال تصويت الجمهور. ورغم نجاح البرنامج مع النجوم الشابة، كان للبعض رأي آخر فيما يتعلق بالأطفال بعد انتشار صور الأطفال الذين تم رفضهم وهم يبكون. كشف حسام الحداد رئيس المنطقة الحرة الإعلامية على أن قرار منع ظهور الإعلامي توفيق عكاشة في الفضائيات كان قرار غرفة الإعلام وليس قرار المنطقة الحرة الإعلامية. وأكد الحداد على هامش ورشة عمل تنظمها وزارة الاستثمار في العين السخنة أن المنطقة الحرة أوقفت برنامج مصر اليوم للإعلامي توفيق عكاشة على قناة الفراعين، وكان القرار يتجه إلى إيقاف بث القناة. وأضاف الحداد أن المنطقة الحرة تقرر الوقف بناء على الشكاوى المقدمة إليها وتعرضها على مجلس إدارتها لاتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن الشكوى تضمنت تجاوزات عكاشة في القناة مرفق بها 4 سيديهات تشمل استضافته أحد الضيوف والحديث عن البطالة. نال 5 ضباط وأميني شرطة وعريف شرطة من قوة مديرية أمن شمال سيناء التكريم من قبل مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وذلك نظرا لجهود من متميزة في الآونة الأخيرة. كما قام بتكريم عريف شرطة بمديرية أمن دمياط لتمكنه من ضبط أحد العناصر الإخوانية والذي قام بإطلاق النار تجاه أحد الخفراء النظاميين بمديرية أمن دمياط،
موجها الشكر والتقدير للضباط والأفراد المكرمين نظير جهودهم المخلصة وأدائهم وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم، وذلك لحفظ واستتباب الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين. قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إحالة 90 طبيبا بمستشفى دسوق العام للتحقيق لتغيبهم عن العمل وعدم الحضور في المواعيد الرسمية، مكلفا وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بمتابعة الإجراءات. جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لمستشفى دسوق العام وتفقده لأقسام وعيادات المستشفى.